يعتبر النعناع من الأعشاب الطبيعية التي يمكن زراعتها بسهولة كبيرة بسبب قدرتها على النمو من خلال الجذر، حيث تنبت أوراق جديدة في الحال. ولنمو النعناع كل ما يحتاج إليه المرء هو شتلات نعناع صغيرة أو بلور، وأصيص الزراعة يتراوح حجمه بين 30 و40 سنتيمتر. زراعة النعناع: يفضل عند زراعة النعناع اختيار الموقع المناسب حتى تنجح عملية الزراعة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اختيار الصحيح لموقع الزراعة، حيث يجب أن تتوافر أشعة الشمس حتى ينمو النعناع، بالإضافة إلى أنه يجب توافر تربة خصبة. ويمكن زراعة النعناع في أصيص صغير مخصص للزراعة، ويفضل أن يكون مليئا بتربة غنية بالسماد المخصب لتساعد في نمو النعناع. تعليمات الزراعة: يمكن زراعة النعناع من خلال اتباع الخطوات الآتية: إحضار عدد قليل من نبات النعناع من السوق، وضع نبات النعناع في التربة بعمق 5 سنتيمترات، ويفضل أن يكون مكانا تصل أشعة الشمس. ويمكن زراعته بالقرب من النباتات الأخرى المزروعة. زراعته بتربة رطبة من خلال إضافة السماد للتربة. الحرص على إزالة الأعشاب الضارة من المنطقة المراد زراعتها. زراعة نبات النعناع بعيدا عن بعضه البعض بمسافة 2 إلى 5 سنتيمتر. قطف أوراق النعناع عندما تنمو: ويفضل قطف الأوراق الصغيرة الناعمة ذات الرائحة الزكية. ملاحظة: يتم زراعة أوراق النعناع بعد انتهاء موسم الصقيع، ويفضل في حالة زراعة بذور نبتة النعناع زراعتها في الظل في أحواض صغيرة بعيدا عن الضوء لمدة 8 أسابيع، ثم نقلها إلى التربة في الخارج لتحصل على أشعة الشمس.